أعزائي المشاهدين مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي وضيفنا المتواجد معانا دائما أستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور يا فهد، حياك الله. الله يحييك. ساعة مباركة وإحنا طبعا راح نستكمل حديثنا عن مجلة الرياضي. نعم. يوليو 1999 القادسية بطل باقتدار بعد 7 سنوات انتظار. حصول بلاند القادسية بعد 7 سنوات على درع الدوري العام. في الحلقة الماضية تناولنا لقاء جميل أجراء الأستاذ عبد العزيز الفضلي مع نواف الخالدي، راح نستكمل هذا اللقاء. طبعا الآن طلعنا من محطة خيطان نادي خيطان والتحاق بنادي خيطان نواف الخالدي اللي كان عمره 12 سنة شاهد مدرب مصري اسمه سيد عبد العزيز في إحدى مباريات الفرجان ونصح أنه يروح نادي خيطان وفعلا راح وهو عمره 12 سنة أو دون 12 سنة. الآن ننتقل إلى عرض نادي القادسية. طبعا متى تلقيت، هل تلقيت عروض احتراف في الأندية المحلية؟ قال نعم، كلمني الشيخ طلال فهد رئيس نادي القادسية وعرض علي اللعب مع الأصفر اعتبارا من الموسم المقبل، وهذا شيء يسعدني خاصة أن اللعب في صفوف القادسية أمنية كل لاعب، كون القادسية فريق عريق ولا مكانته على خارطة الكرة العربية. شوف أبو غازي، أساس تنبيه للسادة المشاهدين، نادي القادسية قبل الشيخ طلال كان ينافس وكان فريق يعني تحصل موجود على منصات التتويج ينافس بقوة، لكن النقلة النوعية حدثت بعد تولي الشيخ طلال رئاسة نادي القادسية، صارت نقلة نوعية، صار اتجاه قوي للإدارة في تلك الفترة على أنهم يعملون شيء في الفريق، فاتجهوا بكل قوة إلى التعاقدات الداخلية. نعم. يعني قدروا يعني يأخذون نهير الشمري، مشعل سعيد، جمال مبارك، نواف الخالدي، عبد الرحمن موسى، بعد منو إذا عبد الرحمن موسى من النصر، من الفحيحيل، عبد الرحمن موسى أعتقد من الفحيحيل، وبعد خذوا القحطاني، خالد القحطاني، خذوا مجموعة من اللاعبين، أحمد عجب خذوا يعني مجموعة من اللاعبين من الأندية أخرى، يعني بدأوا يأخذون من أندية أخرى يقومون فيها ويدعمون فيها نادي القادسية مع التفريخ الجيد في النادي اللي طلع مساعد ندى، طلع بدر مطوع، طلع مجموعة كبيرة من اللاعبين، قدر نادي القادسية فيما بعد أو فهد الأنصاري ما أنسى، يعني هذيل المجموعة كلهم طلع نادي القادسية مع وجود ومع المحترفين. نعم. وكان دعم مالي وحضور جماهيري منقطع النظير، نادي القادسية يعني يمشي وخلف جمهور جبار يعني، فكان في هذه الفترة نادي القادسية وصل لغاية أنه كان ينافس على مستوى آسيا. نعم. في دوري الأبطال، وقدر الكل يذكر لعبته مع أوراوا، يعني فاز نادي القادسية هنا 3-2، خسر هناك 2-0 أعتقد، فكان لو هدف واحد كان يدخل نادي القادسية، وأيضا مع الكرام السوري الدور قبل النهائي هنا لما لعبنا وياهم في استاد نادي كاظمة يومها ساعد ندى ضيع بلنتي وانتهت مباراة 1-0 بهدف جهاد الحسين. اعتقد يعني نادي القادسية كان منتخب في تلك الفترة، وكان ايضا فريق جبار في تلك الفترة. نعم. طبعا اساله قال اذا يعني هل تعتقد ان خيطان راح يوافق على عرض نادي القادسية؟ قال مجلس ادارة نادي خيطان لن يقف في طريق مصلحة اللاعب، خاصة يعني انها ادارة متفاهمة وتقدر الظروف، لذلك انا متفائل، عموما لن انتقل الا موافقة خيطان. شوف غازي، نادي خيطان قام عمل يعني موافقة لانتقال لاعبين عملوا نقلة نوعية في تاريخهم الرياضي، مويد الحداد لما انتقل نادي القادسية بعدها ب6 شهور صار أفضل لاعب بالخليج بطولة 86، أيضا نواف الخالدي بعد ما انتقل نادي القادسية يعني صار هو الحارس الأول في الكويت وكان من أفضل الحراس في تلك الفترة. ايش رأيك أبو غازي نطلع فاصل إن شاء الله ونتابع بقية اللقاء؟ أعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معانا، فاصل قصير راجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل، وكنا في قبل الفاصل مع مجلة الرياضي سنة 99 كنا نناقش أو نتداول أنا وأخوكم أبو غازي لقاء أجرتها مجلة الرياضي مع
الجسور نواف الخالدي. نعم طبعا تكلم طبعا عن احتراف لاعب كويتي في الخارج، قالوا أيد الاحتراف الخارجي، وقد تابعت لاعبين احترفوا وهم بشار عبد الله وجاسم الهويدي وبدر حجي، واعتقد انها تجربه ناجحه ورفعت من مستواهم، هذا راح ينعكس ايجابيا على مستوى الكره الكويتيه في المستقبل. صحيح ابو غازي، شوف الفتره اللي انتقل فيها بدر حجي وبشار عبد الله وجاسم الهويدي ولعبوا فيها برا، انا كنت اتمنى ان بعد مجموعه اكبر من اللاعبين ينتقلون، يعني تخيل فواز بخيت يلعب برا، اسامه حسين يلعب برا، ايضا عبد الله وبران، بدر حجي قلنا مثل ما قلنا، هاني الصقر، حسين الخضري، ايضا النجم عصام سكين، هذين لو وجمال مبارك لو انهم منتقلين برا كان صار فيهم مثل ما صار مع منتخب عمان لما لعبتهم برا، منتخب العراق لعبتهم برا، منتخب البحرين كان لعبتهم كلهم برا، يرتقوا في المستوى. اول شيء يتركون مجال هني حق لاعبين يطلعون، وايضا يرتقون مستواهم الفني. صحيح. طبعا مدافع ترتاح اذا لعب امامك يقول بالنادي خالد احمد بخيطان يعني، وفي المنتخب محمد وصالح البريشي، ومهاجم تخشاه يقول اعمل حساب لكل مهاجم، لكن يبقى علي مروي لاعب محظوظ معاي انا بالذات، حيث انه في كل مباراه يسجل هدف في مرماي حتى اصبحت اتشائم منه. علي مروي وعبد العزيز المسي عليه بالخير، يمكن ما في جول شيء ما سلم منه. اي والله هداف صراحه، لاعب تتمنى وجوده بنادي خيطان عادل عقله. صحيح. مدرب ترتاح له خليل ابراهيم، مدرب النادي لولاه لما ظهرت على الساحه. خليل ابراهيم طبعا نجم نادي كاظمه في اخر السبعينات وبدايه الثمانينات، ودرب باليرموك وبعدين راح نادي خيطان. حكم شديد في قراراته قاسم حمزه. طبعا نهايه اللقاء شكر مجله الرياضي على هذا اللقاء، وطبعا يبقى نواف الخالدي من أكيد افضل حراس اللي مروا على تاريخ كره القدم الكويتيه، اذا ذكرنا احمد طرابلسي وسمير سعيد الله يرحمه، و يعني نواف الخالدي. نواف الخالدي من النجوم اللي بالفعل يعني مع مجموعه من اللاعبين، كوكب من اللاعبين سواء في نادي القادسيه او في المنتخب، هم اللي يقدروا مع نادي القادسيه يعملون النقلة النوعية اللي بدأ فيها نادي القادسية، تحقيق الثلاثية، بدأ نادي القادسية ينافس على مستوى آسيا مع يعني أقوى المنتخب، أقوى الفرق والأندية الآسيوية، أيضا مع المنتخب قدر أنه يحصل على بطولة الخليج الكل يذكرها، خليج 20 اللي صارت في اليمن، هذه معناته أن منتخب الكويت أخذ في جميع دول الخليج إلا العراق، يعني لأن قيمت فيه بطولة واحدة 79 فاز فيها منتخب العراق، لكن الباجي منتخب الكويت حصل على البطولات كلها في دول الخليج، وصلنا التجوري بغازي. صورة نواف خالدي وخلفها الكؤوس. استاهل صراحة الجسور، خصص له مو حلقة حلقتين للكابتن الخلوق جدا، الكابتن المبدع نواف الخالدي. أعزائي المشاهدين وصلنا نهاية حلقتنا، لا يسعني في نهاية الحلقة إلا أني أشكركم على المتابعة، وأشكر زميلي فهد عبد الجليل، إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة. Thank you.